تبرعت بالدم المصابين سهولة تبرع بالدم حاليا جدا الحمد لله دلوقتي بس بدل عادي ممكن على بالليل ان شاء الله يكمل الليل في ناس كتيرة دخلت تتبرع تبرعت بالدم كان في مشكلة وانت بتتبرع في ناس بتقول ان هما استسلموا حاليا شكرا لكم الحدث طبعا تم ابلاغ فريق الطوارئ وفريق الاغاثه نزلت طبعا على طول في محطه مصر عشان تقوم بمساعده الناس المصابين او مساعده على نقل الجسامين بالاضافه بقى لتقديم خدمات الاسعافات الاوليه للناس اللي ممكن يتعرضوا لعمليات اغماء نتيجه للحادثه. الموضوع ابتدى من هنا، بعد كده بدا بنك الدم نتيجه للقرب من الحادثه بعمل الحملات عشان التبرع بالدم عشان مساعده الاخوان المصابين اللي موجودين في المستشفيات. رحم الله طبعا الوفيات وصبر اهلهم وربنا يكون في عون طبعا المصابين ان شاء الله يشفوا والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله. طبعا اللي على البنك الدم كان كبير جدا، احنا عندنا خطه لتنظيم الحملات الكبيره داخل بنك الدم من حيث الدخول ومن حيث الخروج ومن حيث امكانيه التبرع بالدم عشان تبقى الموضوع بسهوله. بس نبدا نقسم الناس اللي بتيجي مجموعه من الشهادات، احنا بعد التبرع بالدم بيتم عمل التحاليل والفحوصات اللازمه للتاكد ان الدم دوت كويس وما فيهوش مشاكل. بعد كده بيتم فصل مشتقات الدم عشان في دم في بلازما. بعد كده بنبدا نكونتاكت المستشفيات عشان نشوف الاعداد المطلوبه من من الدم عشان لو في عمليات او في حصل اي حاجه زي كده.